هي واحدة من ضمن 30 روضة عمومية أحدثتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إطار البرنامج الوطني للروضة العمومية، مقرات تمت تهيئتها بما يناهز مليوني دينار لتستقبل 1500 طفل وطفلة. أول عام حطيتها فيه الحقيقة تجربة ناجحة، بنتي معناتها فرحانة تمشي كل يوم تحب تقرأ وتحب تجي للروضة، وحتى ليزاكتيفيتي اللي يعملوا فيهم معناتها فاغي. الروضه نظيفه، قريه سافا، لاهين بالصغار، لي ستاجير سافا باهين مع ولوديتنا. وامام الاقبال الذي لقيته الروضات العموميه ومحدوديه عددها مقارنه بعدد الاطفال في فتره ما قبل التمدرس، سعت الوزاره الى برمجه عده احداثات وتقريب الخدمات للعائلات محدوده الدخل. 25 مؤسسه ان شاء الله خلال 2023 ان شاء الله باش تكون جاهزه مع مفتتح سنه تربويه 23-24، ونفس العدد باش يكون ان شاء الله خلال سنة 24. دونك من هنا المخطط نحاولوا باش يكونوا عندنا 100 روضة عمومية. الوزارة تمشي كذلك للفئات الأقل حظا في إطار مبدأ تكافؤ الفرص بين ولاد تونس الكل، ونوصلوا لطاقة استيعاب تاع المؤسسات هذوما 50% منها تكون بصفة مجانية. وباعتمادات مالية تناهز 34 مليون دينار سيتم الترفيع في عدد المستفيدين من أطفال الأسر محدودة الدخل في إطار برنامج روضتنا في حومتنا. سنة 22 كان 15,000 طفل، معناها تكفل بما خلاص المعلوم الشهري للمؤسسات السيت هذوما في حدود 50 دينار، السنه ان شاء الله 23 باش يكون في حدود 20,000 طفل، وماشيون ونرفعوا في العدد بمعدل 10,000 طفل في كل سنه، ان شاء الله 30,000 عام 24 و 40,000 ان شاء الله المبتغى نتاعنا بالنسبه لسنه 25. وتقدم وزاره الاسره هذه البرامج كحلول في اطار مجابهه الفضاءات الفوضويه التي يتم غلقها، من ذلك تنفيذ 174 قرار غلق من بين اكثر من 370 قرار صادر ضد هذه الفضاءات الى حدود موفى السنه الفارطه. رحنا اللي يمنا بالفضاءات هذه احنا باش نحاربوها، والنسق ماشي ويقوى. اول حاجه نتاع اجتماع اللجان الجهويه، لانه كما نعرفوا احنا هي اشعارات منين تجينا، على مستوى المواطنين، على مستوى المؤسسات المنتصبه بصفه قانونيه، على مستوى دوري التفقد والارشاد البيداغوجي. هو مجهود نتاع وزاره نتاع ولايات، لكن المواطن زاده احنا نحبوا يكون شريك معنا في العمليه. انت كي بتجي تقيد ولدك في مؤسسه اول حاجه تطلب عليها وصل ايديها، عندها وصل ايديها ولا لا؟ وقد وضعت الوزاره نظاما معلوماتيا لمتابعه مؤسسات الطفوله الى جانب موقع ويب يتمكن من خلاله الأولياء من الاطلاع عن الوضعية القانونية لهذه المؤسسات والإشعار بأي تجاوزات.